أيها الحفل الكريم، نرحب بكم في ختام مسابقة سنيار في نسختها الرابعة. الآن راح يتقدم الرئيس لجنة الغوص أخونا مبارك الخيارين لتقديم الفائزين في مسابقة الغوص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحائز على المركز الأول المتسابق عمرو الحمد من فريق جنان، تفضل. اللي فاز بالمركز الثاني 80,000 حمد راشد الخيارين من فريق الغاصة، تفضل. ننتقل للحاصل على المركز الثالث جاب 60,000 فهد البعينين من فريق الغاصة، نروح على طول على المركز الثاني، ما نبي نعلن لا على المركز الأول ولا الثالث اللي عقب. المركز الثاني الحاصل على مجموع الجوائز اللي هي 200,000 فريق الغاصة، يتفضل ناخذه محمد عبد الله السادة. مبروكين يا شباب. الحاصل على المركز الأول فريق لفان، ناخذه خالد محمد المهندي. الحاصل حاليا على المركز الثالث 150,000 فريق جنان، ناخذه احمد عبد الله الخليفي. يعطيكم العافيه يا شباب، يعطيكم العافيه فريق الغوص. فريق الفائز بجائزه اكبر سمكه، الفائز فيه فريق بالهمبار، فريق بالهمبار جائزته 100,000 ريال قطري. ناخذ فريق محيش الفائز في المركز الثالث مسابقة اللفاح، جمع 140 كيلو وجائزة 100,000 ريال قطري. مبروكين. الفريق الحاصل على المركز الثاني هو فريق الحواد محمد هتمي الهتمي، جمع 142 كيلو. يعطيك العافية ناخذه. الفريق الحاصل على المركز الأول في مسابقة اللفاح هو فريق الزبارة ناصر خليفة الملحم. مبروكين مبروكين يا شباب، يلا أبو خليفة. الآن شباب جينا حق المسابقة الكبيرة، هي مسابقة صيد السمك. الفريق الثالث كان من نصيب أنه خذ أحمد عبد الرحمن الدرويش فريق شرعوه، حصل على وزن 356 كيلو، 356 كيلو. الفريق الثاني اللي حصل على 200,000 ريال فريق الجنوب حمد يوسف العبيدلي، حمد يوسف العبيدلي. باقي عندنا الفريق الأول. المركز الأول، المركز الأول كان من نصيب فريق نواخذه سعد بن عيسى البدر، سعد بن عيسى البدر جمع 385 كيلو وحصل على 400,000 ريال قطري. نواخذه الأول أبو عبد العزيز. وين النقم؟